بس برضو انا بفضل بلش من مطرح اللي لازم بلش فيه، خصوصا انه انتخابات الرئاسة بلبنان وموقع الرئاسة بضل الحدث الداخلي الابرز. اليوم بيكون صلنا تقريبا 8 اشهر ونص بدون رئيس، قصر بعبدة فاضي. صرنا 8 اشهر ونص بدون رئيس بدون ما يكون في اسباب قاهره لذلك. صرنا 8 اشهر ونص بدون ما يكون في اسباب اقليميه ودوليه مثل ما البعض بجرب ينظر. صرنا 8 اشهر ونص اللي سبب بسيط هو انه في بعض الكتل النيابيه مقاطعه انتخابات الرئاسه. الحل لانتخابات الرئاسه بهالبساطه، الكتل المقاطعه تروح على انتخابات الرئاسه. ماذا والا ما في حل. أنا برأيي شو ما كان المبرر أو السبب الفعلي أو الحجة أو المنطق يلي واقف وراء مقاطعة المقاطعين، هالسبب ما بيبرر على أنه نضل 8 أشهر ونص لهلا بدون رئيس جمهورية. مشان هيك مرة من جديد بدعي الجميع تأنه ننزل على الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس وننتخب رئيس الجمهورية. غير عن هيك ما نتأمل أنه ممكن يصير شيء مهم بالبلد، إلا لا سمح الله شيء مهم سيء، بس شيء مهم إيجابي ولا ممكن. كلنا سوا حاسين أن وضع الحكومة بالوقت الحاضر عم بيروح من أصعب لأصعب لأصعب، من أدق لأدق لأدق، بلش دقيق صار أدق، هلأ عم بيكون أدق وأدق. كلنا سوا حاسين أن الحكومة تقريبا عسوس ونقطة. كلنا سوا شايفين الشغل بالإدارات العارف عم بيكون. كلنا سوا شايفين حجم الأخطار المحدقة بلبنان بالوقت الحاضر. كل هذا ولا يمكن أن يستقيم بدون وجود رئيس الجمهورية. ما بخفي كمان الجميع على انه بالحوار الدائر بيننا وبين التيار الوطني الحر هالموضوع عم بيطرح بشكل مستمر، بس كمان ما بخفي على الجميع انه ما عم نقدر نتفاهم على شيء ما بخصوص هالموضوع. الشباب بالتيار الوطني الحر عندهم وجهة نظر، نحن عندنا وجهة نظر اخرى. مشان هيك حاطين هالموضوع على جنب وعم نكفي بالمواضيع الاخرى بكافة الاحوال. هلا بتطرق بعدين لموضوع الحوار ككل. قبل ما كفي بدي وجه تحيه كبيره للجيش اللبناني يلي عم ينحط على عاتقه مهمات اكبر بكتير من امكانياته، ويلي للاسف اليوم يلي عم بصير بالجنوب بنهايه المطاف يمكن يتحمل تبعاته الجيش اللبناني والشعب اللبناني ككل. هلا بحكي عنه بالوقت يلي الجيش اللبناني ما اخذ اي قرار بهالخصوص، ولا الحكومه اللبنانيه ولا الشعب اللبناني ولا الفرقاء اللبنانيين. بتوجه تحية للجيش اللبناني على البسالة اللي عم يبديع جنوده بالقتال بجرود عرسال مؤخرا راسب على الباك والقاع. أي جيش كان ممكن يسقط له 8 شهداء بليلة واحدة كان ممكن ينهز، الجيش اللبناني ما انهز، عم بكفي يقوم بمهماته بأفضل شكل ممكن. عم شوف أنا بعض التحاليل الصحفية وبعض النقل المباشر بعض الأوقات على بعض وسائل الإعلام يلي بيوصف الوضع بشكل يخوف المواطنين، مثل من يومين شفت بعض النقل المباشر يلي بيقول الوضع خطير وخطير جدا انطلاقا من أعداد المسلحين وإمكانياتهم وانطلاقا من أعداد الجيش اللبناني وإمكانياته الضئيلة. أنا مني موافق تماما على هالتحليل، مني موافق كليا على التحليل. هالتحليل منه بمحله إن كان من ناحية العتاد ولا العديد، الجيش اللبناني بفوق بأضعاف وأضعاف 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 أعداد وتجهيزات المسلحين الموجودين بجرود راس بعلبك ولا من جهة القاع بالميل الثاني ولا بجرود عرسال ولا بجرود المحيطة فيها. بهالمناسبة بدي حيي أهالي راس بعلبك وأهالي القاع، بدي أقول لهم طالما الجيش اللبناني موجود فيهم ما يكونوا قلقين أبدا، ما يخلوا دعايات تاخد منهم، يضلوا متشبسين بأرضهم، أهم شيء يضلوا ملتفين حول الجيش اللبناني والباقي على الله وعلى الجيش اللبناني. بكافة الأحوال يمكن قربنا من الوقت يلي الجيش اللبناني رح يبلش يستلم فيه أسلحة نوعية جدا، خصوصا لجهة الطيران الحربي يلي بيسهل مهمته أكثر مما عم بصير بالوقت الحاضر. كمان بهالإطار بدي أقول أنه عم نسمع بعض الدعوات، أو خليني أقولها هيك، نحن ضد أي تعاون بين الجيش اللبناني وجيش بشار الأسد. اليوم بسوريا ما في شيء اسمه الجيش السوري، لأنه الجيش السوري مفترض يعبر عن كل السوريين مثل ما الجيش الأمريكاني بيعبر عن كل الأمريكان والجيش الفرنسي بيعبر عن كل الفرنسيين. بينما بسوريا الجيش الموجود هو جيش الأسد مش الجيش السوري.
وبالتالي بدي اتمنى على البعض ما يقولوا انه خلي الجيش اللبناني يتعاون مع الجيش السوري، لانه هلا ما فيها نعتبر انه في جيش سوري، مثل ما انه ما فيها نعتبر انه دوله سوريه موجوده، كلنا سوا عايشين واقع على الارض كل لحظه، وبالتالي الادعاء بوجود دوله سوريه وجيش سوري ادعاء في غير مكانه. هلا اذا حدا عم بيدعي الجيش اللبناني يتعاون مع جيش الاسد، نحن كليا ضد هالدعوه، ما بدنا نكون فريق بالقتال الدائر بسوريا، نحن مع الثوره بمعناها الكبير بمبادئها، بس اكثر من هيك ابدا. عسكريا منا مع اي فريق، وما بدنا لا الجيش اللبناني ولا اي فصيل لبناني ولا اي فريق لبناني يتعاون عسكريا، وطبعا هذا الشيء ضد الدستور، مع اي فصيل اخر موجود على الارض السوريه. وجيش الاسد بالوقت الحاضر هذا فصيل من جيش سوري. هلا بنقول من هون تأحكي عن احداث الجنوب اليوم. صراحه كنا مبسوطين بالحوار الدير بين تيار المستقبل وحزب الله، ورأيي بهالسيه يعني حزب الله بقولها بكل شفافيه صراحه، يعني ما طلع شفاف ابدا ولا طلع مستقيم، لانه عم بصير هالحوار من اي منطلق، من منطلق انه كل فريق يقرب لانه هيك نص خطوه خطوه ربع خطوه باتجاه الاخر. صراحه من بعد ما بلش الحوار شفنا انه حزب الله اكثر واكثر عم بياخذ خطوات بعكس الاتجاه المطلوب، قاعد عم بيحاور من جهه، ومن جهه ثانيه كل منه عم بيتوسع بمشاريعه الاقليميه يلي ما لها علاقه بلبنان، يلي ضد الميثاق الوطني بلبنان، يلي ضد السياده اللبنانيه، ويلي ضد وجود الدولة اللبنانية كدولة بالمعنى القانوني للكلمة. من جمعتين شفنا حادثة نيترا يلي كان حزب الله مجموعات منه موجودة على الحدود السورية الإسرائيلية، وهون بين هلالين، يعني مش على طول يفترض حزب الله بمجرد ما يذكر انه إسرائيل ضروري لازم يكون نحن ضروري لازم نعمل رد فعل عكسية. هذا بحث آخر، ما حدا يزيد على التاني لا بقصة إسرائيل ولا بغير قصة إسرائيل. طبعا اللي عم يعمله حزب الله لا يأتي في سياق انه ما راح يغير موازين القوى ولا راح يغير بالمعادلات. جل ما في اللي كان عم يعمله بالجولان حزب الله كان عم بيزيد خط التماس بين إيران وإسرائيل، الشغلة اللي مهمة جدا لإيران، بس ما مهمة لا للبنان ولا للقضية الفلسطينية. قضية الفلسطينية في سلطة فلسطينية والإخوة الفلسطينيون مسؤولين عنها، هن بيعرفوا مصلحتهم. القضية اللبنانية في حكومة لبنانية بتمثل كل اللبنانيين، وبالتالي حزب الله مين كان عم بيمثل باللي كان عم بيعمله بجولان؟ عمليا عم بيمثل مصالح إيران. طيب هلا المؤسف أكثر وأكثر إنه هذا كله عم بصير والحوار عم بصيرها، المؤسف أكثر وأكثر إنه كنا منتظرين كل شيء إلا إنه يصير الرد على هالعملية من لبنان. رد على العملية من لبنان، الرد يلي شفناه اليوم ويلي بعد معلومات أولية بشأنه بيرتب على الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والشعب اللبناني بأكمله يمكن يرتب تبعات خطيرة جدا. كيف حزب الله بيقدر يسمح لحاله ياخد قرارات أمنية وعسكرية ترتب على الشعب اللبناني ككل تبعات تداعيات كتير كبيرة بالوقت يلي الشعب اللبناني لأنه موافق ولأنه مشارك بهالقرارات، وبالوقت ذاته قاعد عم بفاوض مع تيار المستقبل. انا برايي الامور على هالمستوى وصلت لحد انه صار مفترض نصارح بعضنا من منطلق كتير حبي ودي، بس مفترض نصارح بعضنا. هلا الساعات القادمه قدامنا والايام رح نشوف شو رح تكون تداعيات العمليه اللي صارت من الجنوب، بس شو ما كان تداعياتها لو طلق وحده من اسرائيل باتجاه لبنان، حزب الله ما له حق يورط الشعب اللبناني، ما له حق يورط الشعب اللبناني غصبا عنه في مواجهة بهالزمان وبهالمكان وبهالطريقة المحددة مع إسرائيل. الشعب اللبناني وحده ممثلا بمجلس نوابه ممثلا بحكومته هو اللي له حق يقرر كيف بيواجه إسرائيل وأيمتى وبأي طريقة. ما في أي حزب من الأحزاب له حق وحده يورط الشعب اللبناني. حزب الله يتحمل مسؤولية كل ما يجري في الوقت الحاضر في الجنوب وكل ما جرى في الأشهر السابقة في سوريا وكل ما جرى في السنوات السابقة في سوريا أيضا. بنقول تأحكي عن موضوع الحوار بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر. الحوار مستمر في مواضيع عم نشتغل تنتفع عليها،
في مواضيع بالوقت الحاضر حطيناها على جنب لأنه ما قدرنا اتفقنا عليها. فيني أقول أنه الطرفين عندهم نية كاملة بعدم العودة إلى الوراء، وهذا برأيي بحد ذاته يعني عامل كتير كتير مهم اللي عم نشتغل عليه بالوقت الحاضر، وبتمنى وبيهمني كتير يكون الكل بجو اللي عم نشتغله. بمرحلة أولى بدنا 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 نصفي نتائج 30 سنة من العداء والكراهية، وهيدي عم نتقدم فيها صراحة بسرعة كبيرة. يعني خلص حقبة الخصام السياسي والعدائية بدنا نخلص منها، وإذا الله راد فيني أعتبر أنه خلصنا منها. من جمعة 10 أيام كان عنا احتفال بمعراب، كان موجود فيه ممثل للتيار الوطني الحر. أي احتفال بيعمل التيار الوطني الحر نحن بيكون لنا شرف نكون ممثلين فيه، والتواصل قائم بيناتنا بغض النظر عن شو اللي بنتفق عليه شو اللي بنختلف عليه. فإذا بهالمرحلة عم نكفي نزيل حالة الخصام السياسي، عم نستبدلها إذا قدرنا بحالة تعاون سياسي، إذا ما قدرنا وصلنا للتعاون السياسي بحالة تنافس سياسي بس طبيعي طبيعي ضمن حدود اللعبة الديمقراطية. فتبدلنا عدة أوراق عمل، أوراق العمل بالوقت الحاضر غير عن إزالة شوائب المرحلة الماضية، إزالة أثار المرحلة الماضية، تنقية الذاكرة على المرحلة الماضية. عم نجرب نتفاهم على الحد الأدنى من مجموعة مبادئ عامة تتحكم فيما بعد موقفنا السياسي. من بعد ما نخلص هالمرحلة يعني نحن تلقينا ورقة ردينا عليها ورقة هلأ بانتظار ورقة أخرى إلى آخره، مثل ما هو مفروض يكون. من بعد ما نخلص هالمرحلة رح ننتقل من مجموعة مبادئ العامة تندخل بالتفصيل بكل موقف سياسي بمفرده. مثلا للأسف تبين بهال 24 ساعة أنه في شوية يمكن شوية فرق بالموقف من تعاون الجيش اللبناني مع الجيش السوري، ما لنا مشكلة نتناقش فيها أكثر وأكثر تنوصل لتصور واحد بهالخصوص. بس خلينا أول شيء نخلص مجموعة مبادئ العامة، نيتنا نكفي لقدام للآخر والتوفيق على الله. بدي أحكي مع أنه الأحداث اليوم أحداث كتير كبيرة وخطيرة، بس بدي أضطر لنقطتين من حياتنا الاجتماعية الاقتصادية السياسية الداخلية. أول نقطة موضوع معمل الترابي بزحلة. أنا بعتبر أنه علي واجب تجاه أهل زحلة، ومشان هيك حبيت أتوقف عند هالنقطة اليوم. كنت واعد وكتار من فعاليات زحلة كمان كانوا عم بيشتغلوا، كنا كلنا عم نقوم بمجموعة اتصالات تنجرب نثني وزير الصناعة عن قراره بإعطاء ترخيص فيه كتير ثغرات لمعمل ترابي بزحلة. للأسف اليوم مضطر يعني بلغ الجميع بالأخص أهالي زحلة أنه كل هالاتصالات ما أدت إلى أي مكان. أنا شخصيا جربت كتير، حكيت مع رئيس المجلس النيابي، حكيت مع رئيس الحكومة، حكيت مع كتير من الوزراء، حكيت مع كتير من أصدقاء، حكيت مع كتار من يلي بعتبر أنه ممكن يكون لهم تأثير. كل الأجواء اللي اجتني أجواء سلبية تعبر عن تصلب كبير لدى وزير الصناعة وتمسكه بهالرخصة. هيدا الوضع بالوقت الحاضر اللي نحن فيه. أهالي زحلة عليهم يشوفوا شو بيحبوا يعملوا من هون وطلوع. أنا بين هلالين العملية القضائية ما بعلق عليها أهمية كبيرة، لأنه القضاء بلبنان يعني بس بقولكم الدعوة تبعنا تبع الـ LBC صار لها 7 سنين بعدنا بشوه هلا بدفوع شكلية 7 سنين بقى. ما كتير صراحة ما حدا يزعل مني هذا الواقع، ما بكتير بعلق أهمية على القضاء بلبنان، وبالتالي شو بيقرروا أهالي زحلة أنا معهم مش معهم وقدامهم للآخر بهالموضوع. بس هاي حقيقة الوضع تما نكون مغشوشين تما يكونوا منتظرين يعني شيء آخر. الوزير ما عنده أي نية بالتراجع عن ترخيص اللي أعطاه لمعمل ترابي بزحلة، من هون وطالع لازم نفكر. نقطة أخيرة موضوع الكازينو. امبارح مجلس إدارة الكازينو أصدر قرار بصرف تقريبا 191 موظف وعامل بالكازينو. طيب خلي موقفنا يكون واضح من هالأمر. أنا عندي تيكون واضح عندي هيك بعض الأسئلة. أولا نحن مع أي عملية إصلاحية بالدولة اللبنانية ككل، طبعا كازينو هو مصلحة مستقلة، بس مع أي عملية إصلاحية عم بحكي هلأ بالمطلق. بس أنا السؤال بدي أسأله هو التالي، والسؤال موجه بالأخص لسعادة حاكم مصرف لبنان ولرئيس مجلس إدارة إنترا
يلي هن المشرفين بنهاية المطاف على مجلس إدارة الكازينو، لأنه مصرف المركزي من خلال الانترا هو المساهم الأكبر بالكازينو. اليوم في 191 موظف وعامل سوري في من العمل. أول شيء في شي واحد منهم تلقى شي إنذارات قبل على أنه أنت يا عمي ما عم تروح على الشغل، يا تعا على الشغل يا بنتر مصرفك. طيب في بعض هالموظفين صار لهم 10 سنين، في البعض 12 13 15 17 20، في البعض 25 سنة ما عم بيروح على الشغل. طيب ننطر 30 سنة من بعد ما صار لهم أو 25 أو 20 أو 15 أو 10 أو 5 سنين من بعد ما واحد صار يروح على الشغل بنطرده، بس ما بنبعت له من أول يوم ما راح فيه على الشغل إنذار نقول له أنت ما عم تجي على الشغل، تفضل يا تعا على الشغل يا بنتر ناخذ إجراءات بحقك. سؤال تاني اللي عندي، في كتار من هالموظفين توظفوا بس مجلس إدارة الكازينو ما عين لهم أي وظيفة. في كتار منهم بيروحوا كل يوم بس ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا، يعني مش محددين لهم وظيفة معينة. وفي البعض منهم حتى بعتوا رسائل لرئيس مجلس الإدارة عدة مرات بيطالبوا فيها أنه خي نحن قاعدين ما عم نشتغل شيء، حطونا شيء مطرح نشتغل فيه، وما كانوا يتلقوا أي أجوبة. برجع بأكد نحن مع أي عملية إصلاحية بتحسن من إنتاجية مؤسسات الدولة والمؤسسات المستقلة، بس بركي ممكن يتخذ بعين الاعتبار او بتمنى انه يتخذ بعين الاعتبار هالاسئله هيدي والاجوبه عنها. ما في انذار حدا وبيعته لموظف قبل هلا، ما في تنبيه رايح لموظف انه ما اجى على الشغل، ما في تنبيه رايح لموظف انه ما عنده انتاجيه، ما في تنبيه رايح لموظف انه ما عم بيشتغل شيء ابدا. فجاه هيك انطرد وانصرف 190 موظف وعامل بالكازينو. بتمنى على حكم مصرف لبنان وعن رئيس مجلس إدارة إنترا أنه ينظروا الوضع من هالزاوية، من هونيك وطالع، إذا بدهم يعملوا إصلاح يبلشوا بالإصلاح، من مطرح ما لازم يتبلش الإصلاح. إذا الوضع وصل لهون وفي 190 إنسان لازم ينصرفوا، خلينا نشوف أقدمياتهم. كلهم أقدمياتهم من 3-4 سنين وطلوع. طب كيف لكن صار من 3-4 سنين أقل له؟ لكن وين إدارة الكازينو؟ ما كانت عم بتتابع الشغل بالكازينو توصل الوضع إلى ما وصل إلى ما وصل إليه. أوكي كيف عن الحوار مع التيار الوطني؟ طبعا للتقدم بمسارات الحوار، اول ما يصير في شيء عملي الجنرال يميت الف اهلا وسهلا في بمعراب او انا بروح على رابي، ما في عندنا مشكله، يعني هي ما بقت مشكله. اوكي دكتور جاجا، بدنا نسالك عن الموازنه بالنسبه لنا شوي الموضوع على بعيد عن بس الموازنه، ليه الحكومه ما عم تعمل موازنه لحديتها؟ بدك تسأل الحكومة عن الموضوع. أوكي. أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للدكتور سمير جعجع في النشرة المفصلة، فاصل قصير ونتابع.